بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد المجيب من قناة عرب جينو لينكس. اليوم راح أكلمكم إن شاء الله تعالى عن طريقة النسخ الاحتياطي، تمام، أو نسخ البرامج أو استخراج البرامج من توزيعه والتنقل بها ما بين توزيعه إلى توزيعة أخرى، تمام. أول أصح حفظه عندك، كيف تحفظ البرنامج؟ أنت ثبت برنامج عندك على النظام أو في عندك برنامج على النظام حاب تأخذ هذا البرنامج وتوديه إلى مكان ثاني. هذا الدرس اليوم، تكلمت سابقا عن الطريقة هذه، يبدو أنه كان فيها غموض، أسئلة كثيرة جات وناس كثيرة تسأل عن كيفية أخذ البرامج، تمام. درس اليوم هو كيف انك تاخذ البرنامج من توزيعتك المثبته وتنقله على جهاز ثاني بدون انترنت تثبته، اوكي، باكثر من طريقه واكثر من حل. طبعا الطريقه اللي سابقه سويتها اليوم راح تكون هي خطوه من الخطوات، تمام، لانه بتكلم اليوم عن حاجات متقدمه ومفيده ان شاء الله تعالى، تمام. طيب اول شيء وكالعاده قلي من الشاهي، ادري في واحد الحين بيترك الدرس وبيترك كل شيء، بيكون شغلته والشاغله هي انه لماذا تشرب الشاهي بفنجان من القهوه. حاب اقول لك اني حاب اغير اليوم. طيب اوكي، بعد الشفطه هذه تغير الفوكس حق الكاميرا. طيب ضبط، راح ندخل الحين على طبعا بلينكس مينت هذه 15، اوكي 16 ايضا فيها نفس البرنامج اللي اتكلم عنه الحين، ديبيان، ابونتو، الشغلات هذه راح مر عليها الحين. اذا كنت تستخدم منت عادي جدا مو بلازم منت، راح ادخل على كنترول سنتر. لينكس مينت 15 فيها اداتين، اوكي، لكن 16 ما فيها الا هذه باك اب تول، اوكي. الباك اب تول مفيده للشخص اللي عنده اتصال انترنت، يعني اللي ما عنده اتصال انترنت دائم ما تفيده بشيء. هذه الفائده من هذه هي انها تحفظ لك اسماء الحزم المثبته. لو سوينا باك اب سوفت وير سيلكشن راح يقول لك اختر نقطه او اختر مكان الحفظ، اختار مثلا ديسكتوب، اوكي، اوبن فورورد، اوكي، ابلاي، خلاص هي راح يحفظ لي هنا نص مجلد نصي فيه اسماء الحزم اللي هي مثبته. طبعا هذه الفائده منها زي ما قلت لكم انه تستخدم للشخص اللي حاب يحفظ اسماء البرامج عنده، بحيث انه بعدين ممكن يثبت البرامج عنده مع التحديثات الجديده. هذه ميزه انه فيها تحديثات، لما تثبت البرنامج ينزل باخر اصداره، تمام. راح تجي للباك اب تول مره ثانيه، دخل باسورد، ثم تختار ريستور سوفت وير سيلكشن من هنا، حطيته على الديسكتوب انا، هذا هو، ثم فورورد. بس الان يفترض ان ننزل البرامج، اذا كان في تحديثات راح يحدثهم لك. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه تحمل برنامج اسمه ابت اون سي دي. اي شخص قلت له ابت كلون ترى غلطان، اسف، لان في ناس كثيرين قلت لهم ابت كلون غلطان، اسمه ابت اون سي دي. ابت كلون ما دخل بالسالفه، اوكي. خلونا نسوي زوم، ومنها تتعلمون شغله سالتوا عنها كثير، اكسبورت، هذا مره دخل بالدرس ترى، بي اس 1 يساوي ات عبد المجيد. تدرون هنضبطه صح، خلاص الحين تغير الاسم عشان ما ازعجكم يكون خط طويل. طيب الحين نحتاج ان نسوي شغله بسيطه سهله جدا، تمام، وهي نثبت البرنامج. طريقة ثبت البرنامج عن طريق سودو apt get install، اوكي، install apt on cd، اوكي، هذا هو. بعد تثبيت الابت on cd بتحصله مع البرامج طبعا، اوكي، هذا هو apt on cd. طبعا هذا موجود الابونتو وموجود الديبيان. create، هذا البرنامج ما بينزل لك او ما بيعطيك كل الحزم، راح ياخذ نسخة احتياطية من الحزم اللي انت ثبتته بس. هذا يعني انه البرامج هذه اللي انا ثبتها على التوزيعة هذه راح اقدر اسوي منها نسخة احتياطية، بحيث اني اختار طبعا البرامج اللي ابي من هنا، وممكن يعني البرامج اللي تبي بس تقدر تحط عليه صح. ثم تسوي بيرن. الان راح يقول لك اختر المكان اللي حاب تحفظ فيه، راح احفظه على الديسكتوب ايضا، سي دي او دي في دي. طبعا اذا كان سي دي راح يجزئ لك السيديات، سي دي 1 سي دي 2 سي دي 3 حسب 300 700 ميجا حسب سعه السي دي. اذا حطيت دي في دي، دي في دي ياخذ سعه اكبر. خلينا نحط سي دي يا رجال، ما يهم، اصلا ما راح احرق على سي دي، راح يعطيني ملف ايز وبس. طيب كرييت ميتا باكج او ما تبي، خلينا نحط كرييت ميتا باكج، ابلاي. الان راح ياخذ نسخه احتياطيه من البرامج اللي هي مثبته على النظام اللي ثبتته انا بيدي، اوكي، مو بكل البرامج اللي مثبته. طيب خلاص، الان حاب تنسخه تحطه على اسطوانه ولا حاب تحفظه بمكانه بس؟ اذا حاب تنسخه على اسطوانه حط الاسطوانه هذه، عفوا قرص، ثم اختر يس وراح ينسخ لك اياه. اذا ما تبي حط نو وخلاص قفل البرنامج، انتهينا. راح تحصل على سطح المكتب عندك. وين حفظته انا؟ يبدو انه حطه مجلد الهوم،
من مجلد الهوم. تمام هذا هو. تمام لو حطينا هذه النسخة هنا، تمام هذه النسخة الآن نسخة آيزو قابلة للحرق، كم حجمه؟ 194 ميجا من البرامج. أوكي طبعا إذا أنت ما تبي إنك تحرقه ممكن إنك تفتحه بمجلد تفتحه بمجرد الضغط عليه مرتين، أو إنك تفتحه عن طريق إنك تسوي فتح باستخدام أرشيف مانجر أو أركايف مانجر. تمام ثم تدخل على باكجز، خلاص هذه هي الحزم ثبتهم وصل الله وبارك. كيف ثبتهم؟ بسيطة جدا. راح تأخذ هذه الحزم باكجز، تفك الضغط عنها تحطهم بأي مكان. أوكي تفتح المكان هذا باكجز، طبعا باكجز راح تسوي تفتح الطرفية، نمسح هذا كله، نكتب سي دي، ثم نمسك المجلد هذا ونحطه هنا بالطرفية، نضغط انتر. الآن احنا داخل هذا المجلد، اللي عليك تسوي انك تكتب دي باكج ناقص اي علامة النجمة ثم دوت دي اي بي. الآن لو ضغطت انتر راح يثبت لي كل البرامج، تحتاج صلاحيات روت، لازم تكتب سودو ثم دي باكج ناقص اي نجمة دي اي بي. الآن ايش راح يسوي؟ الآن راح يحمل لك كل البرامج اللي موجودة داخل هذا المجلد. الطريقة هذه ما تعجبك؟ الطريقة الفعلية والرهيبة جدا نسخ البرامج هي اللي راح اتكلم عنها الحين، طويل شوي لكنها مفيدة، وتشتغل على كل التوزيعات الديبيانية، وايضا تنسخ البرامج اللي جاية مع التوزيعة، يعني مو بس البرامج اللي ثبتها المستخدم، هذا يعني انه راح ننسخ ايضا واجهة شو اسمه التوزيعة نفسها. طيب كيف نقدر نسوي الشغلة هذه؟ تحتاج الى برنامجين. البرنامج الاول هو صديق روتنا، البرنامج الاول تكتب سودو اب جيت انستول فيك روت، تحتاجه خلاص هنطفي السماعة لابوك لابو تسلب. تمام فيك روت، ثم نثبت برنامج ثاني اسمه دي باكج ريباك. هذول مثبتات اعتقد تلقائيه، اوكي مثبتات تلقائيه على لينكس مينت، لكن ممكن تحتاجهم على الديبيان وغير الديبيان. اوكي هذا هو البرنامجين. اوكي كيف اسوي قائمه بالبرامج زي هذه؟ ها الحين درسنا راح يعتمد على هذه، كيف اقدر اسوي مثل هذه؟ لان هذه هي اللي راح اخذ عن طريقها النسخه الحين. عشان تسوي شغلة زي هذه اللي عليك تسوي أولا انشئ مجلد جديد بأي مكان، لو حابين ننشئه مثلا بسطح المكتب نسميه مثلا باكب. اوكي راح ندخل هنا نكتب سي دي العلامة هذه حرف الذال مع شيفت ديسكتوب باكب، لأنه على سطح المكتب هو. الآن أنا موجود على الباكب، كيف أقدر أعطي لسته؟ بسيطة، تكتب دي باكيت ناقص ناقص جيت سيليكشنز بهذا الشكل، تحط علامة أكبر من وتكتب مثلا ماي ليست انتر. الآن أنا داخل هذا المجلد اللي هو سويته باك اب قبل شوي، عندي مجلد اسمه ماي ليست فيه الحزم اللي أنا أحتاجه. علامة الانستول هذه ما نبيه لأنه بتسوي لنا قلق أثناء التثبيت، إذا حاب تصير علامة الانستول راح تسوي الطريقة هذه. طبعا احنا راح نسوي جريب انستول علشان ما يعطينا أي شيء إلا فيه انستول، ثم نسوي كات ناقص اف 1 اوكي انتر. الآن راح يكتب علي مرة ثانية ولكن بدون كلمة انستول. هذه برامج ثبتها، لاحظ انها تحتوي ايضا على التعريفات. تمام شوف هذه التعريفات الشاشة. طيب بعد ما اني سويت الشغلة هذه كيف اقدر احزم البرامج من جديد؟ يعني هذا البرنامج مثلا زي الاكس اورج ما هو مثبت، مو موجود مع الحزم الابت اللي قبل شوي، كيف اقدر اسوي لهم اعادة تحزيم من جديد؟ بسيطة، تكتب الامر هذا يا استاذي فيك روت تمام ناقص يو اوكي، تكتب دي باكج ريباك بالشكل هذا، ثم علامه حرف الذال تضغطه ضغطه واحده تكون بالانجليزي عشان تعطيك العلامه هذه اللي فوق، مو بالعلامه هذه، في فرق بين الشخطه والعلامه هذه اللي مايله، انا بالعلامه هذه اللي فوق، هذه تحصل مع حرف الذال او مع الزر اللي يكون فيه العلامه هذه اللي هي تطلع مع الشيفت، انت تضغطه بدون ما تضغط شيفت، موجود مع حرف الذال بالانجليزي، تضغط ضغطه واحده يطلع بالشكل هذا. ثم ايش راح تسوي؟ تكتب دي باكج، بعدين ليش اكتب دي باكج؟ خلينا نكتب كات، لان انا موجود انا داخل المجلد هذا، لاحظ انك انا موجود داخل هنا، لازم اكون داخل المجلد هذا، او اكتب دي باكج بالشكل هذا كات، جيب هذا حطه هنا الملف، اوكي، ثم سكر بحرف الذال مره ثانيه واضغط على انتر. ايش بدا يسوي هذا؟ بدا يسوي تحزيم لكل شيء، الحين لو فتحنا مجلد الباك اب فات الايرور. ايش دعوه؟ Not fully installed. يعني في بعض البرامج اللي مو مثبته كامله ما راح يسوي له تحزيم. اوكي. فانت راح تثبت برنامج زي هذا اذا قال لك اكو نادي باك اند ماي اس كيو ال راح تثبته. كوبي.
انستول. اوكي خلونا نهتم بثبت هذا البرنامج بشكل كامل. نوقف الفيديو شوي لحد ما يخلص. اوكي خلاص تثبيت البرنامج. نعيد العمليه مره ثانيه انه نكتب fake root ناقص يو دي باكج ريباك. هذا يسوي لي حزم دبيانيه. ثم نحط العلامه هذه نكتب كات وش السلاب اللي والله ذي تمام. ثم تجيب ملف الليست هذه وتحطه هنا تمام. تسكر حرف الذال تضغط على انتر. الان نتركه يسوي لنا اعاده تحزيم. ما راح تسوي اي شيء، راح تترك البرنامج يسوي كل شيء لك حد ما يخلص. زي ما انتم شايفين هو بدا ينشئ حزم هنا، المكان هذا راح يبدا يسوي فيه حزم زي ما انتم شايفين. اوكي تتركه لحد ما انه ينتهي مره. اوكي اذا انتهى هذا من التحزيم وخلص شغله، اذا حاب تثبت جميع الحزم مره ثانيه اللي عليك تسوي انك نقلب طرفية جديدة ونكبر الخط. زومين زومين برضو واحد ثاني زومين. اوكي اللي عليك تسوي انك طبعا الحين داخل هذا المجلد كله موجود دي اي بي، راح تكتب هذا الامر سودو دي باكج ناقص اي علامة نجمة دوت دي اي بي. الان خلاص راح يثبت كل الحزم هذه. لازم بعد ما انك تنتهي من العملية هذه انك تطبق هذا الامر سودو apt get install ناقص اف علشان اي حزمة معطوبة يصلح لك اياه. الى هنا انتهى درس اليوم. درس اليوم طويل جدا ولكن العملية الاخيرة سهلة وبسيطة جدا، تحفظ لك وقت كبير جدا، ايضا تحفظ لك جهد بموضوع انك تقعد تنتظر فترة طويلة عشان تاخذ حزم. لاحظ انه الى الان يسوي تحزيم. اوكي الى هنا انتهى درس اليوم، نشوفكم ان شاء الله في درس قادم. تذكر شغلة واحدة مهمة جدا، هي انه قد تواجه مشكلة في بعض البرامج، انه برنامج جديد برنامج حديث جدا متركب على توزيعة قديمة ممكن ما يثبت لانه التوزيعة القديمة ما يكون فيها كل المكتبات الحديثة. اهم شيء تذكر هذه الشغلة. ولكن اذا بتنقل ما بين مثلا لينكس مينت مثلا 13 مثلا الى 16 ممكن موضوع عادي، ما بين 15 16 ديبيان ويزي، ما بين ديبيان ويزي من 13 او مثلا ابونتو 12.4 من 13، ابونتو 12.4 ابونتو 12.10 ابونتو 13.10 شغلات زي هذه تمام. انه اصدارات تكون متقاربه راح يمشي معك الموضوع تمام. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم. اي اسئله اي استفسارات ما له علاقه بهذا الفيديو اتمنى ما حد يكتبه تحت لاني راح اطنش وكاني ما شفته. اوكي نشوفكم ان شاء الله بامان الله.